السلام عليكم. تلقى شو معكم عدنان جريم. كنتمنى تكونوا في ألف ألف خير. في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا الفاريات أياتورا. دونك الفاريات أياتورا دونك واحد الحاجة مهمة بزاف في البروبابيليتي، وغتكمل لكم إن شاء الله في ثلاث سنوات، يعني في السنة الثانية غتشوفوها في المواد أخرى في ليستيماسيون شون شوماج في لوا دو بروبابيليتي سي أن دو سويت. إذا لوا فاريات أياتورا دونك شي حاجة مهمة كتشوفها في الباك، هو سميتها المتغير العشوائي. إذا نشوفوا أول حاجة نشوفوا لا ديفينيسيون. دونك لو فاريابل 3 دونك في هذه الحلقه غنشوفوا ديسكري افيك لي زابليكاسيون ديالو، من بعد نشوفوا الكا كونتوني اللي كنحتاجوا فيه الانتيغرال. دونك هنا لا ديفينيسيون. دونك اول حاجه كتكون عندنا اش كتكون عندنا واحد اكسبيريونس ماتيماتيك، واحد التجربه عشوائيه. دابو من هذه التجربه كنشوفوا واحد لو كاركتر، واحد الحاجه كنهتموا بها. دونك لو كاركتر كنشوفوا داك لو كاركتر شحال كيبان من مره. دونك كنشوفوا لاباريسيون ديالو باستخدام طبعا لو فاريابل الياتوار، يعني كنربطو بشي حاجة باش نبقاو دي فالور. مثلا إلا قلت لكم عندي واحد الباب، إلا دخل هاد الدرية فغنعطيها رقم واحد، إلا دخل الدري دونك زيرو. مثلا دخل وكانو كيدخلو جوج دقة وحدة، فدخلو جوج دراري فتعتبر زيرو زيرو، دخلو جوج دريات دونك جوج، دخلت درية ودري دونك أوتوماتيك سي واحد كليغ. دونك هذا هو الفاريابل طو باش يعطينا دي فالور لي كتسمى إكس أوميغا، اللي هي لي فالور لي كنبغي أنا في التمرين. تقريبا هي الحاجة لي شويه صعيبه في هاد الفاريابل الياتوار. دونك من بعد غنشوفو ان شاء الله لو دو بروبابيلتي. لو دو بروبابيلتي عباره على طابلو، دونك كنحط فيه هنا اكس اي، هنا لي بروبا ديال اكس اي، يعني هنا كتلقى قيم مثلا في صارت وقينا واحد جوج ثلاثه سين سويتش. هنا اكس كبيره كتساوي اكس اي سي لو بروبابيلتي ديالها، زعما شحال كتساوي هذه اكس الا كانت كتساوي مثلا اكس واحد، الا كانت كتساوي اكس دو شحال، فكنحسبوها بالكالكول. دونك هذا هو قانون الاحتمال اللي كديروه في الباك. دونك جدول كديرو في البكالوريا صافي. دوزو من بعد نوصلو حتى لاخر مهم، اولا بيان لي كاركتير او لي مميزات لي عند الفاريابل الياتوار. اول حاجة عندنا ليسبيرونس ماتيماتيك. ليسبيرونس ماتيماتيك بحال في ستاتيستيك ديسكريتيف كتبقى هي لا موين. دونك العلاقة ديالها كنقولوها او دو اكس، كتبقى تقراوها في الباك كتسمى الامان الرياضي بالنسبة للناس لي قراو بالعربية. الوغ شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي لا صوم مجموع دونك بلوس ديال اكس اي فوا بروباتا اكس اي. داكوغ دونك هادي. اذا هنا شنو كنديرو؟ ملي كتخرج هاد الطابلو كضرب هذا في هذا في البروبا ديالتو، كضرب هذا في البروبا ديالتو، هذا في البروبا ديالتو، كتزيدو على بعضياتو. دونك هذا هو ليكسبيرونس ماتيماتيك. من بعد كنشوفو لا فاريونس اللي هي في اكس. طبعا لا فاريونس ديجا شفناها في ستاتيستيك. دونك شنو كتساوي هنايا؟ دونك شافو شويه الحساب ديالها. دونك كتساوي او دو اكس او كاري موا ليكسبيرونس او كاري، يعني دلات تكون فوق ملي كتلقى. دونك كترفع تما او كاري ولا كتمشي تحسب هادي افيك ليسبيرونس. هنا اكس او كاري داخل كتساوي لنا سي لا صون تاع اي فاري من واحد حتى جوسكا انا على حساب شحال من لا فالور عندنا، شحال من قيمة عندنا، شحال من اكس اي كاين، يعني شحال من رقم كاين صافي. فهنا كتعطينا اش هي اكس اي او كاري فوا لا بروبابيلتي ديالها، يعني كنضربو اكس اي كترفع هذا او كاري كضربو هنا، كترفع هذا ايضا او كاري كضربو هنا، كترفع هذا او كاري كضربو هنا. وكيجي اخر كاركتير اللي هو لي كارت تيب. لي طبعا لي كارت تيب معروف الرمز ديالو هو سيما. دونك فوالا فاريونس هو الغاسين ديال فاريونس. فوالا اكيد ما فهمتش حتى وزا. دونك فوتيت نو كومبوني يا مسيو عدنان، ما فهمنا والو. الوغ نمشيو للتمارين التطبيقيه باش نفهمو اكثر واكثر، يلا بحال السبوره وناخذو التمرين باش نفهمو. اذا لو فاريابل اطوار دونك لي مهم بالنسبه لنا نحاول نلخص كلشي. اولا كنخرجو لي فالور، ثانيا كنخرجو لا لوا دو بروبابيلتي، ثالثا كنحسبو ليكسبيرونس ماتيماتيك، رابع حاجه كنحسبو الفاريونس، خامس حاجه كنحسبو لي كارت. هادشي اللي كاين في الديسكري داكو. اذا ناخذ التمرين نمسح السبوره وناخذ ابليكاسيون باش نفهمو مزيان. اذا نشوفو لابليكاسيون الاولى. دونك هاد لابليكاسيون كتحطو بحال في ليكزامان ديالكم، غنحاول نشرح معاهم نعطي قدر الامكان. دونك اخر ابليكاسيون هي متي عباره على امتحان، دونك ديجا في لا فاكولتي ديال ناس ديال ستاج. اذا هنا غنشوفوا اول حاجه هنا دونك دي اونونس ان دي دونك دي دونك دي درتو في الحلقات اللي فاتو. دونك هو اللي داير بحال هكا الشكل ديالو، داير هكا في دي بوان من هنا ومربع عباره على نقاط داكو. دونك هذا هو اللي هو النار. اذا عندنا عندو سي فاس صافي سي فاس. الوغ هنا قلت على اللوحة اونونس، دونك على اللوحة سي لو ريزولتا قالك لا حنا سي لو ريزولتا اي بير اون غان دو بوان. دونك انت ملي كتلوحو كتعي على فاس واحد، يعني الفاس الاول فيه واحد، الفاس الثاني فيه جوج، الثالث رابع
ثلاثة أربعة يعني في ثلاث نقاط الحسبوم. يعني إلا بغينا نفتحو هنايا عندك فاس واحد دو فاس، هنا عندنا تخوا، هنا عندنا كاتخ، هنا عندنا سانك، واحد الفاس كي فيسا، يعني عندنا سي فاس. عارفين قال لك إلاش دينا هاش لو ريزولتا، إلا كانت غيطيح لا لي فاس لي هما بيغ اون غاني دو ديرهم، يعني لا لحنا وطاح لينا على الفاس لي هما زوجين دونك فهاد الحالة غنربحو جوج دراهم. قال لك اي لو ريزولتا اي بوب اون اوبسيون ان، الا طحنا في واحد عاد نغانيو شحال ثلاثة، عرفو ثلاثة يعني طاح الفاس واحد ديك اللي فيه نقطة وحدة دونك نديرو ثلاثة. اما درت لو ريزولتا اي طاحت في 3 ولا 5 اون بير، اون بير ديك تخسر اون بير 4 ديرهم، يعني خسرت 4 ديال الدراهم. داكوغ، اذا قالك هنا دوني لو فاريابل ا توا دو دوني لا لوا دو بروبابيلتي، دونك لا لوا دو بروبابيلتي هو الطابلو كيما قلت دو فاري دو فاريابل اي توا اكس كي دون لو غان دان سو جو. داكوغ، اذا طلب مني لو فاريابل اي توا ديالي. السؤال بالنسبة لكم نتوما شكون هو الفاريابل عندنا هنا؟ يعني هنا لا ركزتو معايا في الكلام، لان بروبا خاص تفهم لونغاج كيفاش غادي. دونك هنا قالك لو ريزولتا اي تان بير دونك دو، دونك لو ريزولتا اي واحد راه تربح ثلاثة، قالك الا كان ثلاثة ولا خمسة راه تربح اربعة. يعني هذا هو الفاريابل اتوا ديالكم، هادو هما لي فالور. عارفين يعني الخارج شنو غيخرج لنا؟ بحال قبيلة قلت لكم الا كان عندنا واحد الباب ودخلنا منه جوج دريات فغنحسبو لا فالور جوج، لا فالور هي اللي بغيناها حنا. عارفين اما دخل دري ودريه كما قلنا لا فالور ان والاخرى لا دري زيرو، اما دخلوا جوج دراري صافي زيرو. دونك هنا شكون اللي كتبقى لا فالور؟ كتبقى هي لا فالور. مي لو بروبليم اللي كيتشونجا، اللي كيتشونجا ما كيكونش هو الفاريابلاتور، انما الفاريابلاتور ديالي هما هادو. فهمنا يعني اش يعني اكس الاولى شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج. السؤال المطروح هو امتى غتساوي لنا هذه جوج؟ يعني دو ديغام، امتى غنربح انا دو ديغام؟ الا طاح ليا في الفاس اللي فيه بيغ. عارفين يعني عندنا لا فالور دو باش نحققو خصو يطيح في البيغ. شنو هما لي فاس اللي فيهم بيغ؟ واحد ماشي بيغ، جوج بيغ وي، ها هو عندنا جوج يعني خصو يطيح في جوج. عارفين ثلاثة ماشي بيغ، فوالا أربعة بيغ زوج مزيان، وعندنا ستة حتى هو بيغ. دونك هنا هادو هما البوسيبيتي باش اننا نربحو دو ديغام. داكوغ، ندوز على الإكس تاني. إكس تاني اللي عندكم، عندكم هي شحال؟ عندنا باش نربحو ثلاثة. عارفين ألوغ خصو يطيح في الفاس أش فقط، عندنا بوسيبيتي وحدة خصو يطيح على الواحد، يعني إلا نحتو خصو يطيح في الفاس اللي فيه واحد، إذا أنا أوتوماتيك صافي أن. ثلاثة ألوغ هنا حنا خصو يطيح في ثلاثة ولا خمسة باش نبيغديو موان كاخ، يعني هنا معندناش كاخ، غندير موان كاخ. علاش تخسر؟ باش نخسر أنا ربعة ديال الدراهم خصو يطيح ليا في ثلاثة وفي خمسة، يعني خاصها تكون لي كابوسيبيتي عندي عندي ثلاثة. وعندي كنتمنى انها تكون تفهمات، لان شويه صعيب لونغاج ديال الدي، ما نتوما معودين على كرات ومعودين على مثال الحوايج، دونك ما معودينش على الدي. مي كما قلت في ليكزام كيحط لكم الدي الكارطا بزاف ديال الحوايج. داكوغ، اذا كما قلنا راه بغينا نعاود لو دو بروبابيتي، لو دو بروبابيتي كيكون عندي هنا اكس اي وهنا بي دو اكس كتساوي اكس اي على 10. دونك لو اكس اي ديالي شكون هو؟ عندي جوج ثلاثه و 4، هادو هما لو اكس اي. دونك عفوا عندنا جوج ثلاثة موان كاطخ صافي. دونك هنا لا بروبابيلتي، دونك ديجا شفنا، دونك شفنا لا بروبابيلتي ديال ليفينمون شي حاجة كتساوي هي الكار ديال الفار، انا كاردينال اوميغا، انا كاردينال اوميغا. طبعا شنو هو كاردينال اوميغا او تي؟ لان كان عندنا تي عندنا هما لي عدد لي فاس اللي عندنا، شحال من فاس عندنا؟ ستة، لان عندنا سي بوسيبيلتي، إما يطيح في واحد جوج ولا ثلاثة ولا أربعة نفس. إذا عندنا هنا كاردينا أوميغا كتساوي شحال؟ كتساوي سيس. مي إذا بغينا بي دي إكس كتساوي دو، بي دي إكس كتساوي دو، دونك شحال دو شحال فيها من عنصر؟ فيها ثلاثة. إذا عندنا تخوا سيغ سيس، إلا عطانا شحال هي واحد على جوج. كلاغ، مثلا بي دي إكس كتساوي ثلاثة، شحال فايا شحال عندنا؟ بي دي إكس كتساوي ثلاثة، عندنا عنصر واحد، إذا واحد بامي سيس. إلا بغينا إكس تساوي ناقص ربعة، دونك بي دي إكس لبخوبة ديال بي دي إكس تساوي ناقص ربعة، فشحال عندنا؟ واحد جوج، دونك جوج من أصل سيس، سيتادير واحد من ثلاثة. لا، ألوغ إلا جمعناهم كاملين شنو خاصو يعطينا شحال؟ خاصو يعطينا واحد، إذا أن دومي بلوس أن سيغ سيس بلوس أن تخوا
الى وحدتو المقام هنا المقام واحد عندنا هو 6 هنا صافي 3 بلس 1 بلس 2 فوالا 2 صافي 3 بلس 1 صافي 4 4 بلس 2 صافي 6 6 على 6 صافي اذا هنا داكشي عاد صحيح يعني الا خرجت لك واحد كيكون داكشي غلط داكور تفهمنا الشباب مزيان دابا بغينا نحسبوا الا بغينا نحسبوا ليكسبيرونس ماتيماتيك السؤال الثاني قال كالكولي ليكسبيرونس ماتيماتيك اذا بغينا ليكسبيرونس ماتيماتيك كما دينا شنو هو او دو اكس اش كيساوي ليا الشباب كيساوي سبعة سون تاع اي فاري من واحد ديما شحال معدي من فالور عندي 3 اذا انا كنكتب 3 صافي شنو كنديرو كما قلنا كنديرو اكس او اي فوا بي دو اكس كتساوي اكس او اي طبعا هي اش هي لا فالور شحال في البروبا ديالها دونك هي جوج فوا واحد على جوج بلوس هادي في هادي دونك العلاقة بين دونك اكس في دي اكس بلوس موان تاخ فوا واحد على ثلاثة إذا عطانا دو مع دو غتمشي غيبقى عندي واحد ثلاثة مع ثلاثة غتمشي غيبقى عندي ان دومي هنا موان كاخ سور تخوا نوحدو المقام في كلشي مقام واحد صافي سيس ألوغ عطانا هنا ستة بلوس ثلاثة موان ويت دونك لي عطانا شحال الوغ 6 زائد 3 صافي 9 9 ناقص 8 على 6 ياك هي هاديك الشباب دونك 3 زائد 9 زائد صافي 9 9 مو هادي صافي 1 سيزيام فوالا اذا عندنا ليكسبيرونس ماتيماتيك ساوي ليا شحال ساوي ليا 1 سوغ سيزيام نمشيو دابا نحسبو اش نحسبو لافارينس دونك لافاريونس كيما قلنا شنو هي العلاقة ديال لافاريونس دونك قلنا هي او دو اكس كاري او دو اكس او كاري موان او دو اكس لو تو كاري صافي او دو اكس او كاري ما عنديش دونك هي كنحسبها او دو اكس هنا عندي ليكسبيرونس ماتيماتيك عندي ان سيغ سيزيام يعني رفعو او كاري دونك هي واحد على 36 مي لو بروبليم هنا هذا ما عنديش اذا خصني ندير شنو خصني نحسبو دونك كيما قلنا العلاقة ديالها شنو هي قلنا هي لا سوم عاوتاني ديال اي فاري من اي فاي من واحد حتى لاش حتى لتخوا فالور عندي ديال اكس و اي فوا بي دو اكس كتساوي اكس و اي صافي دونك هنا قلنا اكس و اي كاري يعني انا خاصني نرفع هادو او كاري 4 تسعود 16 يعني شنو غادي ندير غنضرب هي 4 غنضرب هادي في لابخوبا ديالها دونك هي واحد على جوج بلوس 3 تسعود فوا واحد سيغ سيس بلوس سطاش فوا واحد على ثلاثة عطاكم هنا شحال شي واحد دو مع واحد دو غتبقى عندي هنا دو دونك تسعود على ثلاثة دونك هنا شي واحد ثلاثة وهنا واحد ثلاثة غتبقى عندنا ثلاثة سيغ دو بلوس سطاش سيغ تخوا واحد المقام مقام واحد عندنا شنو هو الشباب دونك هو ستة إذا نضربو ديك ستة عطانا شحال صافي 12 هنا في ثلاثة الفوق و تحت فحال عطانا هنا تسعود بلوس دو فوا سطاش دونك هنا مع كالكولاتريس ما عنديش هويا 32 فوالا دونك هنا عندي 12 نزيد على تسعود نزيد على 32 تعطينا شحال دونك 12 تسعود 32 جوج صافي 4 4 زائد 9 صافي 13 هي 53 إذا عرفنا شحال هي 53 على 16 صافي تفاهمنا الشباب لست إذا أنا الشباب شنو غندير من بعد غنعوض كل حاجة بلا فالور ديالها فهادي عندنا شحال الشباب لقيناها هي 53 ناقص 6 أو دي إكس كاري هي هادي أو كاري دونك هي ناقص 1 على 36 ونحسبوا لا فالور ديالها باستخدام كالكولاتريس اذا حسبناها بالكالكولاتريس عطاتنا شحال عطاتنا هي 8.805 دونك من بعد نحسبوا لي كارت تيب لي كارت تيب كما قلنا دونك هو لا راسين ديال الفاريونس دونك هو راسين ديال 8.805 اذا عطاتنا الشباب شحال خرجت هي 0.89 فاصلة فوالا
كان بالنسبه لنا هذا هو لو فاريان اطوا دونك لابليكاسيون